اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء. هنتكلم النهارده عن موضوع جديد جدا، موضوع شاغل دماغة ناس كتير جدا. الموضوع ده متوقف عليه حاجات كتير جدا، قرارات انت ممكن تاخدها. يا ترى مستقبل الدولار ايه؟ يا ترى في نزول ولا مفيش نزول؟ يا ترى ايه السبب في ان هو كان الفترة اللي فاتت دي الجنيه كان قل قيمته والدولار كان رفع؟ هنتكلم النهاردة عن مستقبل الدولار ووضعه الحالي النهاردة عامل ازاي وايه السبب في استقراره. تابعونا بعد الفاصل. يمكن حضراتكم تابعتم الايام اللي فاتت دي، من اسبوع 10 ايام كان الجنيه امام الدولار، سعر الدولار بيعلى او سعر الجنيه كان بيقل، ويمكن وصل عدى 16 جنيه وشويه. انما ملاحظ ان على مدار الايام القليله الماضيه بدا الموضوع يرجع لمكان عليه، ان الجنيه بيشد حيله شويه قدام الدولار. هل نقدر نقول ان الكلام ده الدولار بيضعف؟ لا، هو الجنيه هو اللي بيقوى. بسبب ايه؟ الاسعار النهارده متوسط سعر الشراء 15.99 جنيه قرش للدولار، وسعر البيع 16.99 جنيه او 900 جنيه. دي الاسعار بتاعت النهارده. طيب ده ليه حصل؟ لان بدات في امور بدات تتحرك، منها مثلا عوده السياحه. هتقول لي طبعا هل هي دي لحقت؟ لا، هو ليه تاثير حتى لو ما سمعش في الموارد الدولاريه بشكل كبير، ولكن ليه تاثير ايجابي. الشق الثاني ما له علاقه بالاتفاقيه تمت مع صندوق النقدي مع النقد الدولي مع رئيسه البعثه، واللي اشادت بالاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت من 2016، وقالت بشكل واضح ان ده ادت بشكل قوي ان الاصلاح ده في ظل فيروس كورونا ادت لتماسك الدوله المصريه. وضخ السندات اللي تم طبعا مؤخرا امبارح، اعتقد كشفت مصادر رسميه عن استثمارات الاجانب المتدفقه للسوق المصري، سجلت لاعلى مستوى في السوق بواقع 440 مليون دولار مبيعات السابق. ثقه المؤسسات الماليه في وصندوق الاستثماريه الدوليه في الاقتصاد المصري، فبالتالي بقينا دلوقتي الدولار بدأ يضعف والجنيه بدأ يشد حيله قدام الدولار. نذكر حضراتكم سريعا موقف الجنيه، كان من بعد تحرير سعر الصرف 2016 حصل ارتفاع لقيمة الدولار أمام الجنيه لحد 19 جنيه تقريبا وصل، ومنذ ذلك الحين حتى الآن بدأ الجنيه يتعافى بواقع وبتأثير إصلاحات اقتصادية تمت، بدأ يشد حيله أمام الدولار، نزل مستويات طيبة، نزل حتى تحت 16 جنيه. لما زاد الفترة اللي فاتت دي ووصل 16 وشوية، زاد ليه؟ بسبب موارد الدولارية تأثرت، الطيران، السياحة، التحويلات الخارجية، حركة التجارة العالمية، كل ده بيبقى له تأثير على وإيرادات قناة السويس واحتياطات المصريين. طبعا حالة عالم اليقين اللي كانت موجودة في العالم وخلت على مستوى انكماش على مستوى المستثمرين اللي بيضخوا مستثمرين في السوق المصري، ولكن بسبب العوامل اللي احنا قلنا عليها بدأ التحرك الإيجابي شوية لقيمة الجنيه أمام الدولار. ربنا إن شاء الله يكملها على خير بإذن الله. حبيت ان انا سريعا كده اوضح لحضراتكم الدنيا عامله ازاي في الدولار، واشاده طبعا اشاده صندوق النقد الدولي البعثه اللي كانت موجوده عندنا هنا في مصر، وشهدتهم بالاصلاح الاقتصادي اللي موجود في مصر. ده ادى كمان ان احنا ان شاء الله باذن الله ياكد ان احنا ماشيين على الطريق السليم، وان شاء الله باذن الله رب العالمين مزيد من التقدم باذن الله، وان شاء الله باذن الله نشوف اسعار كويسه في الفتره اللي جايه بالنسبه للدولار للسعر الجنيه وضعف قيمه الصرف الخاصه بالدولار. انا بشكر حضراتكم جدا على المتابعه. في نهايه الفيديو اذا كان حضرتك استفدت معلومه ارجو حضرتك تشير على قد ما تقدر، اشتراك للقناه، لايك وتعليق لو في اي سلبيات موجوده
في القناة. بشكر حضراتكم، تحياتي محاسب أحمد رزق الحكيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.